صوتك زي المعزة، حكاية خلاف ويجز والرابر السوداني دافنشي. مبدئيا كده ما عندكش راب بجنيه وصوتك زي المعزة وحقدك بسبب نجاحي. بالكلمات دي هجم الرابر السوداني دافنشي مغني الراب ويجز، عشان يبدأ معاه خلاف بين ويجز ودافنشي، وصل للتعدي بالألفاظ ونشر محادثات خاصة بينهم تدخل فيها الجمهور لتتصدر الترند. ورغم ان بداية الخلاف مش مفهومة، بس اللي شهد عليه الجمهور هو الهجوم اللي شنه دافنشي على ويجز لما وصف صوته بالمعزة، وانه نجح مش عشان رابر شاطر لكن عشان بيعيط للبنات في اغانيه. وكتب دافنشي على انستجرام في هجومه على ويجز وقال: مبدئيا كده انت ولا في ارض الواقع بتقدر تنفذ اللي بتقول هتعمله، ولا حتى عندك راب بجنيه وصوتك زي المعزة، ولولا بكاءك للبنات في الاغاني كان زمانك جارول النسخة المصرية. وكمل في هجومه وقال: انا هقولها ليك اهو قدام الناس، لو فيك ذرة رجولة انزل رابر لرابر، لو سبب حقدك الراب بس ما زن الراب، لانك ما قدرت ترد على واحد من اللي داسوا على كرامتك. ووسط كل الهجوم ده التزم ويجز الصمت، عشان يفضل سبب خلاف دافنشي معاه مش مفهوم، لحد ما كشف دافنشي ان السبب هو شتيمة ويجز لوالده. وأكد دافنشي كلامه بنشر جزء من محادثات خاصة بينه وبين ويجز ظهر فيها ويجز وهو بيتعدى لفظيا على دافنشي ووالده. وتحدى دافنشي ويجز لو يقدر ينشر المحادثات اللي بينهم كاملة، أو حتى يقدر يقول الكلام اللي في المحادثة بحضوره. ورغم ان دافنشي انهى حديثه بان خلافه مع ويجز فقط، مؤكدا انه بيحترم كل المصريين، الا ان الخلاف مازال مستمر وللحديث بقية برد ويجز.